وليد يعبر بالرقص ما عادش عبر فيديوهات. ما عندكش فيديو؟ والله برشا فيديوهات عجبوني برشا فيديوهات. انت عطيتهم ربيب عملت بهم ريكاب. ربيب عملت ريكاب ان شاء الله. فوالا شكرا شكرا سبيسيالمون. جمعة توفيني قلت له فهم الخدمة. يلا ربيب شنو نتفرج. اما اخترت فيديو حسيلو المصري يلخص شنو الحاجات اللي تصير لنا في الاكزاما في الامتحانات. دونك نتصور الناس كلها صارت لنا الحكايه هذه وقت اللي تجي تركز تحب تجيب المعلومات لك للاسف هذا شنو يصير معك. يا جماعه انا لسه خارج من الامتحان دلوقتي وانا في قلب اللجنه افتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه وما افتكرتش ولا كلمه واحده من اللي انا ذاكرتها للامتحان. المشكله ان دي اكتر ماده انا مذاكرها والمفروض دلوقتي الماده الجايه انا مش عارف انا عامل فيها ايه. المفروض دلوقتي انا رايح علشان مش عارف اجيب ورق مذاكره ذاكر ولا ورق مراجعه راجع ولا ورق عنب باكل ولا احنا بنضيع يا جماعه احنا بنضيع قوي 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 اقسم بالله بنضيع. اقسم بالله نعدي في الباك صارت لنا الكل ربيع يعني صاحبي الصباح طب علي للدار قال لي سفيانية لقيت رهوي باش نعملوا قهوه ونعملوا كعبه فطاير وندخل الباك عام كلول ولا رابعه؟ عام الخامس حسيت قعد 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 قل زعما شتي حنا وقتها ما عندناش فرونسي احنا معناها اوبسيون اوبسيون قال لي شتي حنا فرونسي قلت له ارجع ارقد رجع رقود ما عندناش فرونسي راهو باش نعدو. الراجل ولا عارف روحو شنو باش يعدو. اسمعني فما صوفيين كي حكي حكي تذكرت فما بلاصه عندنا برشا ما حكيناش عليها. لوزه صوفيين شبيك هملت اللوزه عديت الباك في اللوزه. لوزه فيش لي سيوا. اما فيها اقدم مدرسه ابتدائيه من عام 1938. لا لا استنى استنى عام 1938 هو عام لا لا فما انا نعرف نعرف معتمدي تهبيرة مثلا فيها مدرستها من عام 1934 قبلنا باربع سنين مازال ما عندناش عباد مازال ما عندناش هي اسمها 2 مارس 34 ما نعرفش عبر عمر ليه الاسم ليه الاسم بيان سور لا هذه ما تنساش برافو يعطيك الصحة يلا اعطينا الفيديو سفيان. والله الفيديو رغم انه فيه كلام جارح باهي عليا معناها انا وانا ما اخترتوش على خاطر الكلام الباهي ولا خاطر قالوا فيه كلام باهي مش هذا الموضوع. الموضوع اللي يعني الفتره هذه بعد كل شيء قول لنا من بعد فسر لنا شنو باش نسمعوا. جعفر القاسمي جعفر القاسمي يحكي على سفيان داش من بعد سفيان عنده رد غريب. هو جعفر اكيد يحكي عليك لانه الموضوع كان فيه دراما وجعفر يحب الدراما يلا نسمعوا. انا نحب نقول كلمتين في حق انسان نحبه ونحترمه ونقدره واعتقد ان الدنيا اعطتني خو وصاحب وحبيب اللي باش نحكي عليه توا. انا اليوم باش نحكي على سفيان الدهش حمله من التشويه فتقوه من بعض حملوه مسؤوليات الانتكاسات العربية والعالمية والكونية وخرجوه من الوطنية وخونوه وقولوه هاي هاي كالمي فو ميدام زي ميسيو كالمي فو. سفيان الدهش راهو مندراك ولد اللوزة تونسي أصيل غيور يحب البلاد فهمني ولا عمره لا داون حد عمره لا آذى حد عمره لا تعدى على حد عمره لا جبد اعراض ولا انتهك اعراض ناس ذامر ضحكنا اسعدنا محلاه ومحلى روحه عمل الاغنيه واحنا في التراكن قبل الماتش ها ونبدا بروحي انا قلت باش ناكلوا سبعه وننبروا وباش يفتقونا وباش نروحوا وما هيش ايكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال راهي رزقنا كيما الكار الصفراء كيما التوريسات كيما كذا ساعات قلوبنا تقيد وكذا ونقولوا صاريف معناتها تولي خويا حملات وكلمات وسلامات وسبان وثلب كل الدعم اللا مشروط لسفيان الدهش. ونعطيكم معلومة لجوار الكل يحبوا سفيان الدهش والناس الكل اللي تسمع فيه فاهميني فاش قاعد تقول يا سيدي عمل الغناية شنية تاتك يا تاتك هاي نيجيريا جاتك شنية الاشكال مثلا وما وجات لبرا وجات فهاد الكماسطة يا اخي انا ما عملتش المساطه ما عملتش التفاهه ترى 90% حياتي تفاهه يا اخي كنا تويك الوطنيه هبطت علينا ضربه واحده في غنايه مسكين جاي فضلك حتى حد ما حكى عليه قبل الماتش كانت تنجم تكون هي البوس فضلك معناتها سفيان الدهش
هل تعتقد انه في بنته المساكني لحمه ما قشعرش وما تهزش وما تحطش ما بكاش في كي ترشح تونس؟ تعتقد لي سفيان الدهش يحب فعلا نيجيريا تربح تونس؟ طيب هذا الكلام اصدقائي نعرف ثم 99.99% يحبوا سفيان الدهش، ولكن ثم ناس بكل صراحه نقول لكم راهو سيترو وفايقين بكم. وانا انا زاد جعفر يعطيك الصحه كي حكيت على سفيان الدهش، خاطر سفيان الدهش زاد عشيري وخويا ونعرفه بالكدا بالكدا ومخالطه بالكدا بالكدا، معناها انا اللي تغيدني مثلا ثم برشا عباد تفرق في الوطنيه، فهمتني؟ هذاك وطني وهذاك مش وطني وهذاك وطني وهذاك مش وطني وهذاك انت شنو؟ انا متاكد 6000% اللي لو خسرنا احنا كونتر نيجيريا، فهمتني؟ راهم شكروه سفيان ورايت بارتاجيت الاغنيه هذيك توليو بارتاجوها، معناها امور سلبيه وكذا، وسفيان ما فماش واحد ما يحبش تونس. والناس الكل الناس الكل محلي الرياضيين ممثلين يعطيه صحه جعفر وسعدي والشاب اللي معاه مش خايب سعدي جعفر حكي بتلقائيه يعطي صحه وشكرا تقريبا لكل اذاعات انا سمعت كل اذاعات من اي اف ام الجوهره كذا كلهم حكيوا وحكيوا بالباهي معناتها وقالوا ياسر كبرتوها ياسر فهمت الحكايه جوست برك عبده من موزايك انك اللي موزايك قبل بنهارت ماتش المنتخب قالت 70% البطوله باش ترجع مع الجاي وتونس باش تخسر مع نيجيريا، هذه موزايك قالتها يا عبدو، انت تتقلق من ديت كتاتك وتشطح مريول المنتخب باش توري انك وطني، راهو كيما انت وطني كيما انا كيما وليد كيما فتحي كيما مراد، معناتها عيب عليكم تدخلوا في تفريق الوطنيه سيرتو كي نبداو اعلام وتابعين بعضنا، معناتها واني نقز وفرحان بالمنتخب باهي انا ما نقزتش معناتها مانيش فرحان، معناتها اساليب بدوره شويه معناتها مش مشكل، المهم احنا البارح وضحنا واعتذرنا من اللاعبيه ونكلموا فيهم وفاهمين وعنا برشا حكايات ان شاء الله تو نوصلوهم، اما شنو اللي حبيت تقول عليه؟ يعطي صحه جعفر خاطر يحكي بالدرجه ويحكي بالناس اللي تقولوا باش نكمل نقرا بعد انت ميساج مزيان زاد انا حطيناه احنا في الـ في الـ في الجروب نتاع ديوان قال بالله ميساج نحب نوصله لسفيان، سفيان من احسن الممثلين في تونس، الناس الكل نبرة تقبر الطرح والناس الكل حاطين نيجيريا رابحة وحتى حد ما قال تونس باش تربح، اللي قالوا سفيان دهش في التلفزة قالوه توانسة الكل ورا التلفزة واكيد اللي ما ينقصش من محبة بلاده، اكيد كي تفكهج ونبر شجع المنتخب بقلبه ربه، اكيد كيف توانسة الكل واكيد بعد البونتو راهو خرج من عقله كي توانسة الكل، إذا كان جيت في بلاصته حتى الاعتذار ما نعتذرش لأني نعرف وطنيته فماش حد ما نبرش هو فما شكون تو مش مصدق اللي تونس ربحت احنا رانا ما اعتذرناش على غنيه اعتذرنا لانه حسيناها مست من الملاعبيه وهم في حاجه لدعمنا ونعرفوهم احنا ملاعبيه وخيالنا وكذا اعتذرنا منهم وهم قبلوا الاعتذار والحكايه هذه شنو انت باش تقول شنو تحب توضح والله انا نحب نقول كلمه برك انا هو انا في الفتره اللي انت تحس بغسرها مثلا تحس روحك في وضعيه خايبه والناس كل تسب فيك وكذا ومنا اقرب الناس نحي باباي وامي باباي الله يرحمه امي ولا مرتي وصغاري في الفتره كما هذه تستنى مثلا تليفون من اقرب اصحابك مثلا الاصدقاء اللي يعرفوك ويعرفوا قعدتك ويعرفوك شي محبتك الفريق القومي ويعرفوك رجلتك ولا 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 سقطيتك ولا يعرفوا معناها اللي قراب منك على الاخر ولا واحد فيهم كلمني باستثناء الناس اللي نسميهم خاطر عمار المليتي سي رضا شريته جعفر بعلوش السعدي نجيب نصرية وكاو معناها البقية فما ناس انا عايش معاهم تقريبا 30 عام انا خدمت معاهم الدنيا الكل ويعرفوني بالباب ولا واحد فيهم ناس تليفون كلمني قال سفيان ما يسالش فترة تعدى والناس فهمتك بالغلط واحنا راهو نعرفوك ونعرفوا مواقفك ونعرف دينتك توجعك حاجات كيما هذه انا ما يسالش درس ان الواحد زاد يشوف الدنيا بالباهي ويشوف الوضع بالباهي وان شاء الله ان شاء الله يلقاها في الخير والحمد لله الحمد لله هي الحكاية عاده بصفه عامه انا مريت برشا ازمات بصفه عامه ما عادش تعمل اكثر من عند زوز ثلاثه من اقرب الدنيا هذه لا قللوا الدل اي ما قلناش يدافع عليك في الميديا لا عيب مستحيل اما حتى يهز تليفون يهز لك مره ما عادش فهم ما عادش فهم حكينا على زملاء مثلا انا تو حكيت على ممثلين سيدي من ممثل مهبط ستاتيو والله تقريب عندوش درجين في المسرح باش الواحد ما يبلغش قال عار على الفن على المسرح في تونس انا وليت عار على المسرح استنى شنو عار على المسرح؟ اي قال وش دخل اللي قلته في المسرح ساعه اصلا؟ اي معناها انا مسخت مسرحيين ثم ناس في العكره ثم ناس ريحتها ما ثماش فجاه تلقاه خرج
يصطادوا في حاجات كما هكا باش يولي باش يعمل بريزونس تاعو عليه. وليد خلي انت نحكيو على الرقص تو مره اخرى. اي معناها نفس الحكايه مربوطه بعضها. الله يجبرك. ريت مثلا سيرتو صحابه اللي خدوا معاه 30 سنه و40 سنه وقال ان شاء الله كان 70 80 ريت كان جات المصيبه ابار ريت مثلا مثلا كان سفيان بار اكزومبل طرد من خدمته فلس خرج جاي لهنا يبكي ما عنديش باش نشري خبزه متاكد باش نعرف باش يقول لك يستاهل ابار ابار لا نحكي لك ما فماش انت ماكش موجود ولا راديو ولا يعرفوكش التوانسه وما ماكش مشهور وما عندكش روبريك ماكش كرونيكور في تلفزه وراديو والحمد لله كيما نقولوا احنا بلغتنا احنا حاله معاك فهمني راه كان جاي معناها كان جبناه ضيف لهنا وبكى اللي هو حالته ميؤوس منها وما عندوش باش يخلص الكري وما عندوش حق خبزه وراه شفت التعاطف انت وراك ريت وكيفاش وهذا ابن المسرح الكبير والفنان المسرح يلزمها يلزمها اما احنا انا سفري انا عليه فكره مثلا الاذاعه خطر يا خويا القلبين معناتها معناتها اذاعه من الصباح لليل يسبوا في ليكيب ناسيونال وقالوا حرفيا راي البطولة باش ترجع الجمعة الجاية 95% هكا اي راي البطولة باش ترجع معناتها قالوا فجأة يتقلبوا ويوليوا احنا هما المشكلة تكثر سكيكات التونس نهار 13 يحبوا بن علي زمرو نهار 14 صفحات كلها تسب فيه نهار 24 يحبوا الناظر 25 يحبوا قيس سعيد واضح مانيش توانسة شيء مسجل تو كل شيء مسجل عندك فيديو انت عنديش فيديو ما لا خليه انا شفت حاجة واحدة اللي لوم عليها جعفر واللي غضبني من جعفر بالحق انه معناها في هذا كل والشطاح علي ما قلتش عليه حتى كلمة اما شطاح رقصة النعامة اللي عملتها لا خاطر ماهوش في دومين جعفر جعفر مسرح وشوين مسرح يحكي قصيات ونحكي قصيات في الاخر باش يقولوا يلا تاكسيات تو نبدا نزمروا تو نحكي وكل ونزمروا تو انا الفيديو جاي باش نعديه على انسانه تونسيه امراه تونسيه بالحق انا بالنسبه لي انا هذه المرأة التونسية الحقيقية هذه المرأة التونسية هذه شرف كل مرأة في العالم باللحظة شكون مصدق بقى المرأة التونسية مصدق بالعكس خاطر انا حسيتها العكس مش عارفة ليش ويا ربي لا توريد وربي يقدر الخير اكزاكتومون كاين مكشوف من غير ما تعديها ريتهم كلهم هما باش يرجعوا لنفس كلامي انا ونفس رأيي بعد نسمعوا الفيديو هذه تقريبا انا اليوم نقول نساء بلاد النساء ونص ممكن حتى زوزو لثلاثة ونص مش حتى نساء ونص ونصف مش ونص ونصف ونصف عربية نساء ونصف هي قلت انا مش واحدة ونص معناها حتى خمسة ونص حتى 18 ونص نعطوها 19 ونص على 20 المرأة التونسية خاصة قضاء الأسرة معناها تمشي أوتوماتيكمون بمشاعرها مع المرأة حتى لو الملف ده سمو هاكا مؤيدات الراجل يزم ينداس لا سننتفض وسننتفض ومواصلين في جمعية الدفاع عن حقوق الرجل ومواصلين في مطالبنا اللي طالبت بها سابقا ونحن بصدد يا ربي استكمال جمعية عناصر الجمعية لخلق فرقة تسمى بفرقة الدفاع عن الرجل ولن نتراجع عن حقوقنا يزدي ستوب للمرأة ما نقولوش للرجعية ما نقولوش لحقنا من حقوقنا اللي ما فهمتش كلامي هي ما تفهمش لغة عربية انما ايضا مع وضع قانون يحمي هذا الرجل اقوى منها ما تماش المراه خبيثه وداهيه وقال فيها عز وجل انك ايدهن العظيم فعليك حفظ حق الرجل بالقانون وطالب مشرع تونسي لحكايه النفقه لحكايه قضاء الاسره اللي الرجل يكون متضرر يضطر باش يقلبها انشا باش يطلق يسلك روحه بركه اولاده اللي تمشي عليه كانه ما جابهاش حق الرجل حق الرجل شكرا 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 ما فهمنا امراه تونسيه تعبر على رايها عامله جمعيه فرقه الدفاع عن الرجل انت حتى تدفع على روحها هي باش تعمل فرقه الدفاع عن الرجل اخوي انا قلت حاجه انا مواطن هي عطت رايها عجبني شنو هاي واحده منكم شهدت من اخي قول لي شي حاجه مش واحده تمنى في حالات شيء اذا سمحني عاد فما شي حاجه انا فما حالات شكون نصف لي ما تقولوش كلها واش هو استنى واضح انا اش قلت قلت رايي بعد الفيديو باش يولي كيما رايك يلا وليد شنو رايك انا رايي انا نحب معناتها نحييها على الصحة فهمت تدافع على الرجال في تونس شنو حقوق الرجال شنو معناتها والله اي حقوق هي قال لك تطلق مثلا اعطاك مثال هيك قالت لك انت كي تطلق تدفع النفقه في كلك الصغار اش ربحت منه انت العرس معناتها علاش هو ما عرس من اصله ليه معناتها بارامو هي عندها خلفيات اخرى معناتها معناتها ما فهمتش اش معناتها خلفيات اخرى بالنسبه لي انا معناتها بورت كوا نوفل شنو تدافع هي تدافع تو تدافع على الرجل صحيح شنو تدافع على الرجل تو مره قلت ندافع على الرجل انا ما نحب الراجل يدافع على الرجل والراجل كي يدافع على المرأة حقوق المرأة هو حر انا نحكي لك تو مرأة تدافع على كيف شنو الحقوق شنو فماش انتخابات ما جاش وزير ولا ما جاش واحد رئيس كتلة ولا رئيس حزب ولا وما قالش
في برنامج صح حقوق المرأة هذيك من من تجربة الأولانية اللي تحط على خط كوميرس ولا لا لا ما انا قلت حقوق الرجل شبيك غششت ما قلتنيش ماكش ماكش مقتنع ماش مقتنعة يعني انت حر رأي حر ماش مقتنع لا ما مش مقنع سفيان بالحق وليد سأل سؤال خلي سفيان يجاوبني ما معنى حقوق الرجل فصل كما معنى حقوق المرأة صحيت نفسر لك ما معنى حقوق المرأة فسر لي في بالك انه اعطيه حقوق المرأة ما تبداش تنظر في اعطي حق خلي فما فكرة هي تجبني باش يوصلها لحظة شوية في بالك اللي مرأة وراجل كيخدموا في البوست الراجل يخلص دوبل المرأة وي فقط لانها مرأة تخلص اقل من تبدا تخدم اكثر من هاي المرأة كي تولد تاخذ لك كونجي ماترنيتي هو ولد انت شنو تاخذ لا شو هو هذا هو ولد خويا بالغدوة اربع اشهر قارين حساب الحبال من جديد الشهري مالا شنو تضرب تسع شهور حملة يقول له ثلاث شهور برك لحظة استنى لحظة وكي تاخذ ثلاث شهور تخلص ما تخلصش تخلص كان شهر علاش هما عندهم كونجي ماترنيتي انا ما عنديش كونجي ماترنيتي ولد ما يشتي ما غير ما يشتي عملوا جمعتين للراجل تو اما المرأة الماترنيتي ما تخلصش فيها كاملة صور بلال حبلة لحظة خلينا نقول لك وليد جوست احنا خارجين من ازمة العيش الاولاد نحكيوا برشا مع بعضنا نعاود دونك فوميو نحكيوا مع بعضنا باش ما يفهمونيش خير مش وقت يفهمونا فوالا دونك الحمد لله مع اني من الازمة هذه فرحان انه نسبة استماع رهيب معناتها كان غنية عديناها وحتى المنتخب الوطني يعاودوا فيها والاذاعات والتلفزه الكل ولاو عاديو في تيتك يا تيتك هذه يدل على نسبه الاستماع الكبيره للحصه هذه ان شاء الله يفيقوا على وضعهم سي محمود ياسكار يعطيو الارقام الحقيقيه هذه لا نحبك لا نصبر عليك اش معناتها؟ معناتها لا نحبك لا نصبر عليك شكون معناتها؟ معناتها يسبك ويسمعك ويتابعك لا مش نحكيو غادي نحن اش بيك راسك ملحم شو راس ملحم؟ مانيش نحكيو غادي شو شويه حصه طالعه من الالفاظ المستوى نتاع كرونيكور هذا جي البارح ونظر عليك مش تعرف شنو تحكي يحكي مع السياسي ولا مع ظهري ويقول اسكت راسك ملحم كرونيكور ولا كرسي الميكرو قدامه وحاب راسه وكاميرا تصور فيه وضو فوقه فاصل غنائي اجتماع لازم ريونيون سامحوني سي الحبيب حط لنا غنائي نعملوا اجتماع ونرجعوا في تونس الكبرى على 99.5